فكرت الجامعات الموسم الخامس مباراة مهمة في المجموعة الأولى، وهفكركم بالنتيجة. جامعة أسيوط متألقين بسبعين نقطة، جامعة عين شمس للأسف الشديد مفيش نقط، ولكن في تغييرين. يوسف محسن نزل مكان هادي أحمد، وأحمد سيد نزل مكان محمود زناتي. أحمد سيد إزايك؟ الحمد لله. أول مشاركة ليك. طبعا حصلت على لقب الطالب المثالي على الكلية في 2022 تربية فيزياء، حصلت على اللقب ده إزاي؟ أنا اللغة العربية أنا بحبها طبعا جدا، اللغات طبعا الحمد لله يعني بحاول أطور نفسي في اللغات، وبالإضافة للحاجات الأنشطة اللي بعملها، مشاركتي في الاتحاد ومشاركتي في الأسر ومشاركتي التطوعية، فالحمد لله يعني مش هقول ان انا كنت افضل واحد من الاصدقاء المشاركين، ولكن يعني هم شافوا ان انا اقدر واحد بيها والحمد لله خدتها يعني. بس طبعا مبروك عليك، نحييك كلنا. احمد سيد طالب المثالي على الكليه 2022. يوسف محسن كنت عمال تفرق من ساعه ما ابتدينا، ايه الحكايه؟ هو الحقيقه ان انا ما كنتش متوتر خالص، وعمال اهزر مع الناس كلها هنا في الاستوديو وكل حاجه، بس اول ما الاسئله بدات تنزل واحنا شخصيتك اتغيرت، واحنا كل شويه بنتاخر يعني توترت جامد والموضوع فلت مني يعني. طيب اديك نزلت، شد حيلك يا على الله ان شاء الله. جامعه اسيوط عندنا تغييرين، الاء الحداد نزلت مكان مروه العريني، وابراهيم الدسوقي نزل مكان كريم جمال. نرجع لماتش النهارده والفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفة، فكرة المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين معايا عزة وكلاوديا، كلاوديا وعزة، وسؤال في المعلومات العامة. معلومات عامة، والسؤال هو: أحمد زكي عاكف هو أول رئيس تحرير لإحدى المجلات العربية الشهيرة عام 1958، فما هي؟ العربي. العربي الكويتية، إجابة صحيحة. وفضل المنصب من 1958 ل 1975، 17 سنة. النتيجة اتغيرت، 10 جامعة عين شمس، 70 جامعة أسيوط. يوسف والبدري، البدري ويوسف. خلي بالك يا يوسف، السؤال اللي جاي البدري عنده اجابته. يوسف لاعب قوي، يوسف لاعب كويس انا عارفه. مهم تخطف البازر لان عنده اجابته. رياضه، والسؤال هو: من هو اللاعب المصري الاكثر تسجيلا للاهداف بمباراه واحده في تاريخ الاولمبياد حتى عام 2021؟ شوف شوف قلت لك والله عندي الاجابه، والله عندي الاجابه، اكيد عنده الاجابه، اكيد عنده الاجابه، هو اكيد يعرفها. مصر كسبت كام؟ 10 باي 10 10 وجاب 6 اهداف. كسبت مين؟ كانت كوريا، كوريا الجنوبيه. هو بالست اهداف دي ما خدش الهداف، ولكن خدنا المركز الكام؟ رابع. المركز الرابع. رابع. اجابه صحيحه. طب الاولمبياد دي كانت فين يا بدر؟ ايطاليا؟ لا، في طوكيو 64. في الماتش ده كان لازم نكسب فرق 8 أهداف وتشيكوسلوفاكيا تكسب البرازيل، وقد كان مشيت معانا بقى. النتيجة 80 جامعة أسيوط، 10 جامعة عين شمس. وردة وألاء، ألاء ووردة، ما تستعجلوش. تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا إندرا؟ إجابتك بريطانيا. بريطانيا إجابة خاطئة. عشان أنت استنيت يا وردة هديكي شوية معلومات. إيراداتها في 2021 3.4 مليار يورو، موجودة في 140 دولة. إجابتك روسيا. بعتي ليه؟ لو روسيا مش هنقول أوروبية، لأن روسيا في كذا قارة. صح، كان لازم نفضل في أوروبا. إجابة خاطئة.
تاني سؤال ما تجاوبش في الحلقة في إسبانيا. سؤال الرابع أحمد سيد وإبراهيم الدسوقي، إبراهيم الدسوقي وأحمد سيد، قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 17 في 15 على 3 زائد 148 يساوي كام؟ مية اتنين وخمسين. موافق؟ مش موافق، بس عجيلك وما تستعجلش. إجابة خاطئة. عندك إجابة؟ إجابتك 233. 233 إجابة صحيحة. 233 هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط، وبكده النتيجة 20 جامعة عين شمس، 80 جامعة أسيوط. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة ألف نون. ألف نون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو من هو مخرج الجزء الأول من مسلسل هوانم جاردن سيتي؟ تأليف منى نور الدين. ألاء. أحمد صقر. أحمد صقر، مبهرة، إجابة صحيحة، برافو عليك. بطولة حسين فهمي، صفية العمري، عبلة كامل، هشام سليم، مديحة يسري، وليلى فوزي، وأحمد خليل. الحقيقة كوكبة من النجوم، برافو عليك يا آلاء. 90 جامعة أسيوط، 20 جامعة عين شمس. أغاني موسيقى، والسؤال هو الغائب هي أغنية المطربة الفلسطينية راحلة، فمن هي؟ من ألحنها؟ ومن تأليف الشاعر الفلسطيني راشد حسين؟ من ألبوم تجليات الوجد والثورة. أغنية جميلة جدا لريم بنا، وهنتهز الفرصة وحيي الشعب الفلسطيني العظيم. اسمعوا أغانيها لأن أغانيها حلوة جدا. لوحات ومعالم، والسؤال هو لوحة حمام السباحة هي للرسام الأوروبي ديفيد هوكني، فما هي جنسيته؟ رسمها 1972، اتباعت بأكتر من 90 مليون دولار. هولندي. ديفيد هوكني مش هولندي. إجابة خاطئة. هنخمن، هنجرب يعني. مش هتخسروا حاجة. كلاودز. هنجرب. بريطاني. بريطاني. انجليزي، اجابة صحيحة. ديفيد، اسمه واضح. انا قلت كده برضه. النتيجة اتغيرت: 100 جامعة اسيوط، 20 جامعة عين شمس. سرعة البديهة، والسؤال هو كم عدد الدول العربية التي لا يحتوي علمها على اللون الأبيض؟ على مهلكم، محدش يستعجل. اللون الأبيض، خمس ثواني. يوسف. اتنين. هم ايه؟ مغرب موريتانيا. صح، إجابة صحيحة. اثنين فعلا، المغرب وموريتانيا. 30 جامعة عين شمس، 100 جامعة أسيوط. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون.
وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 120,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 260,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.